معين النبوة والأنبياء، سيروي قلوب جميع الورى. لنا عبرة من أناس مضوا، فأين الذي يأخذ العبرة؟ هداة لنا وبهم نقتدي، ويونسنا ذكر ما قد جرى. فليس حديثا هنا يفترى، مواعظ أجدر بأن تذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. في هذا البرنامج نرحب بكم أجمل ترحيب، أهلا وسهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج نظرة النعيم، تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا ورحب بصاحب الفضيلة، ضيفنا الدائم في هذه الحلقات، الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله سيد الرحمن، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن الزكاة، وما زلنا في سياق حديثنا عن العبادات في هذا البرنامج الذي أخذنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله سيكون الحديث عن الصيام، والصيام عندما يأتي يتبادر إلى الذهن شهر رمضان المبارك. فنحن إن شاء الله سنأتي على، يعني نحاول أن نأتي على الإيمانيات وعلى كذلك شيء من الفقه وفيما يتعلق بالصيام، ونبدأ شيخنا بأركان الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الصيام عبادة كانت في الأمم قبلنا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا الدليل من القرآن والدليل من السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. فدل هذا على أن نبي الله داود كان يصوم، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين. والله جل وعلا يتعبد عباده بعبادات عظيمة، منها ما يعنى بتزكية أموالهم فكانت فريضة الزكاة، ومنها ما يتعلق بتربية أجسادهم وأبدانهم فكانت فريضة الصيام، ومنها ما يتعلق بأرواحهم فكانت فضيلة الصلاة، ومنها ما يتعلق بذلك كله وهو الحج. والصيام شرعه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة. وقبل أن أدخل في أركانه أقول إن الأصل فيه أن الناس كانوا يصومون 3 أيام أو غيرها من كل شهر. وأريد أن أنبه إلى مسألة، الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أياما معدودات. فهم بعض العلماء أن أياما معدودات هي شهر رمضان، هذا عليه الجمهور، وعندي أن هذا غير صواب. لا يقال للشهر أنه أيام معدودات، وإنما الأصل أن الصوم لما فرض لم يفرض رمضان، يعني أمر المسلمون بأن يصوموا أياما، سواء كانت 3 أيام من كل شهر أو عاشوراء معها. ثم بعد أن عرفوا هذا جاء الشرع ببيان أن الإنسان له أن يصوم وله أن يفطر شريطة أن يفدي، وجعل أنه لو صام لكان أفضل. قال الله: أن تصوموا خير لكم. فلما عرف الناس هذا ومكث هذا أشهر جاء الشرع بوجوب شهر رمضان. فقال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقول الله فليصم هذا إيجاب شهر رمضان. أما كتب عليكم الصيام ليس لها علاقة برمضان، لا علاقة بالصيام كركن، لكن لم تحدد أيامه. وقد جرت سنة القرآن أن الشيء إذا كان معلوما مشاعا ذائعا لا يتحدث عنه، وإن كان غير مألوف غير معروف تحدث عنه. والدليل على هذا من وجهين. الوجه الأول، الله جل وعلا لما ذكر الحج، والحج عبادة تعرفها العرب، قال: الحج أشهر معلومات، ولم يقل لنا ربنا ما هي الأشهر المعلومات.
لأن العرب وقت نزول القرآن هذا تعرف ما هي أشهر الحج، فلم يقل ما هي أشهر الحج، لكنه في الصيام لأنه عبادة غير معروفة لم تسبق، لم تكن العرب تصوم، بيّن جل وعلا وقال شهر رمضان. كذلك لما ذكر الله جل وعلا هذا الوجه الثاني، لما ذكر الجنابة وذكر الوضوء، لما ذكر الوضوء فصل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وعدد وبيّن، لكنه لما ذكر الجنابة قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فالعرب كانت تغتسل من الجنابة لكنها لم تكن تتوضأ. فالشيء الذي تعرفه ما فصل القرآن فيه، لأن أبا سفيان مثلا عندما حصل ووقع لقريش ما وقع يوم بدر نذر ألا يغتسل من جنابة حتى يثار، فكانت العرب تعرف الغسل من الجنابة ولا تعرف الوضوء، فجاء القرآن بتفصيله. من هنا نقول الصيام في اللغة هو الإمساك والامتناع، وهذا بالإجماع ولا خلاف عليه. الامتناع عن ماذا يختلف؟ قالت إني نذرت للرحمن صوما، أي امتناعا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا، لكنه إذا أطلق في الشرع يراد به الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. ما أركانه؟ أولها النية، لا بد أن يكون الإنسان قد نوى أن يصوم، سواء نوى أول الشهر أن يصوم رمضان كله، أو أن ينوي كل ليلة أو كل ليلة في رمضان، في كل يوم من رمضان أو كل يوم من أراده من صيام النوافل والتطوع، لكن لا بد أن يكون هناك قصد وعزم قلبي على أن يصوم، ويريد بهذا الإمساك الصيام، لأنه قد يمسك الإنسان من علة بأمر الطبيب أو بغيره أو من جوع فيمسك عن الطعام والشراب، لكن ما يعد هذا صياما ولا يعد هذا قربة ولا عبادة يثاب عليها، لا بد من النية. هذا الأول. بعد النية الإمساك عن المفطرات، لا بد أن يجتنب المفطرات وإلا لا يسمى صياما. اللهم إلا أن يأتي شيئا من المفطرات ناسيا فيجري عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود في السنن أطعمك الله وسقاك. الركن الثالث ليس عاما، إنما هو يتعلق بالمرأة، هو خلو المرأة من الحيض والنفاس، خلو المرأة من الحيض والنفاس، هذا فقهيا ما يمكن أن يقال عن الصيام. نعم، وله كذلك مفسدات، وله مفسدات، مفسدات الصوم الأكل، يصبح الإنسان مفطرا إذا طعم أو شرب أو جامع، إتيانه لأي من المفسدات يسمى إتيانه لأي من المفطرات أفسد عليه صومه. لكن نحن يعني المنحى إذا أذنت لي لا نريد فقهيا، لأننا لابد أن نستصحب أننا نتكلم عن نظرة النعيم في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن نختم فقهية هذه الحلقة بمستحباته ثم سننتقل إلى ما تريد. مستحباته السحور، وهذا أنت الآن دخلتنا في هدي السحور. قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. المؤمن المتبع حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسمع فإن في السحور بركة يكون إقباله بيقين على طعمة السحور، لا يعني يوافق أقرانه، وإنما لعلمه أن هذه الطعمة وإن قلت سيجعل الله جل وعلا فيها البركة التي تعينه على طول النهار أو قصره. لا بد أن يكون الدين يؤخذ مثل هذه الطريقة، لا بد أن تمتزج حياة الأرواح مع حياة الأبدان، لا بد أن يمتزج مقام التكليف مع نور النبوة، أقصد نور هدي النبوة. فقال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، فالإنسان يطعم وهو يستصحب هذا الأمر، والسنة فيه التأخير، يؤخر الإنسان السحور حتى لا يكاد يبقى بينه وبين المؤذن شيء، ولو قدر أنه كان في يده قدحا يشرب منه وقد أذن فلا حرج أن يتمه، وما لم يكن في يده فليس له أن يرفعه، وإن كان ضبط الليل والنهار محال، قال الله جل وعلا علم أن لن تحصوه. وعلى الوجه الآخر كما استحب الشارع تأخير السحور استحب تعجيل الفطر. ولماذا يعجل الفطر؟ كأن العبد يقول لربه ما أفقرني إليك. ليس حسنا أن يظهر الإنسان استغناءه عن الله، لأنه لا استغناء عن الله أصلا، فيحب أن يقبل الإنسان على ربه بضعفه وانكساره حتى يقبل الله جل وعلا عليه. والسنة أن يطعم الإنسان فطره
برطبات وتراء، فإن لم يتيسر فتمرات، فإن لم يتيسر حساء حسوا من ماء، ذلكم قبل أن يصلي المغرب. ويستصحب هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة إذا لقي ربه. فيكون الإنسان مستصحبا وهو يفرح، يفرح بماذا؟ من المعين على الطاعة؟ الله. فالله حبب إليك أن تصوم وجعله أمرا محببا إلى قلبك، ولو لم يكن محببا إلى قلبك لما صنعته، لو لم يكن محببا لقلبك لما صنعته. ثم لما حببه إلى قلبك أعانك عليه، أعانك على أن تصوم. فعندما يصل الإنسان ببدنه إلى اللحظة التي يريد أن يطعم فيها ويفطر، يعلم أن الله يحبه. لو لم يكن الله يحبك لما حبب إليك أن تعبده، ولو لم يكن يحبك لما يسر لك أن تعبده، فتفرح أن الله اصطفاك فحبب إليك الإيمان وزينه في قلوبك في قلبك. والصيام من الإيمان من الدين. ثم إنه بلطفه ورحمته وفضله وإحسانه أعانك على أن تصوم ويسر لك. كم مرة وسوس إليك الشيطان أن تفطر، فأذهب الله جل وعلا، نزغ الشيطان بلمة الملك. وكم مرة ضعف بدنك فقواك الله، أو أنزل عليك سكينة أو نوما أو طمأنينة أحجمت بك أن تفطر. حتى قضيت الساعات وتوارى اليوم وتوارت الشمس خلف المغيب، فيشعر المرء حينها بالفرحة. فلما شعر بهذه الفرحة علم أنه ما بلغ مغيب الشمس إلا برحمة من الله وفضل، فيقول في نفسه إن فقه الحديث حقا: إن الذي رحمني حتى بلغني غروب شمس هذا اليوم لقادر على أن يرحمني أن أفرح إذا لقيته. ومن لم يفرح إذا لقي الله فلن يفرح أبدا. ولذلك أعظم الشقاء أن يشقى الإنسان إذا لقي الله، بل إن الله ما جعل في قلوب المؤمنين شيئا ينتظرون وقوعه يجعلهم صابرين على كل بلاء. وهذا من أعظم ما يعين الله به عباده، كلما جاءهم من بلاء الدهر ما جاءهم أنهم يقولون في أنفسهم: نصبر حتى نلقى وجه الله. فإذا رأوا وجه ربهم فكل ما قد مضى من انقطاع، وكل ما قد مر من بلاء، وكل ما قد حل من شقاء، من كربات الدهر وأيامه، من فوات مطلوب وذهاب مرغوب، يصبح أمرا ونسيا منسيا. فإن في رؤية وجه الله ما ينسي العبد ما مضى من شقاء الدنيا، ويجعله في نعيم مقيم لا يحول ولا يزول. ورسولنا يقول للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه، أن صومه هيأ له أن يلقى ربه تبارك وتعالى. والعاقل في كل خطوة يأتيها وفي كل عمل يقوم به أو يذره إنما يريد به وجه الله. والله يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن دعاء الصالحين: اللهم يا كريم الوجه أسلم وجوهنا لك، اللهم يا كريم الوجه أسلم وجوهنا لك. من السنة في الصيام، أنا لا أدري إذا سألت عن هذا لكني سأستطرد، من السنة في الصيام إن كان في رمضان أن يصحبه إنفاق من المال وقراءة للقرآن. فأما قراءة القرآن فإن الله جل وعلا يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان جبرائيل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن في رمضان في كل عام مرة، حتى كان العام الذي توفي فيه درسه القرآن مرتين. ومعنى يدارسه القرآن أن جبرائيل يقرأ ثم صلى الله عليه وسلم يقرأ ما قرأه جبريل. وبعض الأقوال تقول أن جبرائيل يقرأ ثم يتم صلى الله عليه وسلم ما قرأ بعد ما قرأ جبريل، ثم يعود جبرائيل فيقرأ، والأول أرجح والعلم عند الله. لكن لا بد من السنن العظام أن يخلط الإنسان صومه بقراءة القرآن، ويجعل مع صومه
الإنفاق في سبيل الله إن كان من أهل الأموال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلنه. قال: وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لأمضينه. قال: وإن مضيت يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لتسألنه. يوم تكون الأعطيات جنة وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فخلع قميصه وأعطاه إياه وقال له: خذه فوالله لا أملك غيره، والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا كان الإنفاق مرغوبا فيه في رمضان، لحديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبرائيل. إذا كان الأمر كذلك فإن من المستحب أن يكون هذا في إفطار الصائمين، في الإعانة الصائم على فطره، حتى ينال الإنسان أجر من قام بتفطيرهم، حتى ينال الإنسان أجر من قام بتفطيرهم. يجوز السواك في نهار رمضان، وإن كان في المسألة خلاف معروف، فجمهور أهل العلم لأحاديث صريحة في الباب أنه يجوز للمؤمن أن يستاك وهو صائم. وبعض أهل العلم، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، أنه لا يحسن الاستياك بعد الزوال. وحجة الشافعي قوية لكنها تصطدم بنص عند الجمهور. وحجته رحمه الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر دم الشهيد قال: الدم اللون لون الدم، والريح ريح المسك، لأن دم الشهيد ناجم عن عبادة. وكذلك قالوا إن بقاء رائحة الفم غير مطيبة بالسواك لأنها أثر عبادة تقبل، فالأصل أن تترك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يأتي هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا، والذي يظهر والعلم عند الله، وقد قال بهذا الأئمة من قبل، أن ما من عبادة إلا وصرفها بعض أهل الإشراك إلى غير الله. فالطواف وهو ركن الحج الأعظم، كم طيف بالقبور والمشاهد وعروش السلاطين، والصلاة وهي القائمة على الانحناء، كم ركع وسجد لغير الله، والزكاة وهي القائمة على إنفاق الأموال، كم أعطي الناس من كم طلب السلاطين والأمراء والمتعسفون من الناس أموالهم يجبونها كالأتوات وغيرها. إلا الصيام فإنه لا يعهد ولا يعرف أن أحدا من أهل العتوب والطواغيت والجبروت أمر الناس أن يصوموا له، لأنه يعلم أن ذلك محال، لأنه يلزم من ذلك أن يتبعهم في بيوتهم طعموا أو لم يطعموا، وهذا محال تحقيقه. فلهذا معنى إلا الصوم أنها عبادة لم تصرف، لم تقع إلا لله تبارك وتعالى. هذا أوجه الأقوال وأقربها، والعلم عند الله. هذه بعض السنن المتعلقة بالصيام، سواء كان في رمضان أو كان في غيره. في غير رمضان تأتي أيام جاء الشارع بالندب إلى صيامها، من أعظم ذلك صوم يوم عاشوراء، أي العاشر من محرم، وهو يوم نجى الله جل وعلا فيه الكريم موسى بن عمران. دخل عليه الصلاة والسلام المدينة فوجد اليهود الذين يقطنونها يصومونه، فلما سأل قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى. ولما كان الأنبياء دينهم واحد، والله يقول: ولا نفرق بين أحد من رسله، قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وجاء في الحديث أن الله يكفر به السنة. وأما اليوم الآخر هو يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، ولا يخلو المرء من أن يكون حاجا واقفا بعرفة أو غير حاج غير واقف بعرفة. فإن كان في غير عرفة أي غير حاج، فالسنة في حقه أن يصوم ذلك اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أحتسب عند الله أن يكفر به عامين، أي ذنوب عامين، فيكفر به سنتان. بقينا في ماذا؟ بقينا في الواقف بعرفة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم أن كان واقفا بعرفة، لكن ذلك لا يعني أن صيام يوم عرفة للحاج حرام. وبعض أهل العلم يفصل يقول: ننظر في هذا اليوم الذي وافق عرفة، هل هو يوم شات أو يوم صائف؟
فإن كان صائفا طويلا فالأكمل والأقرب للسنة بل هو السنة ألا يصومه حتى يتفرغ للدعاء، لأنه لو صامه مع شدة اليوم وحره لضعف عن الدعاء، والأصل أن يوم أن عرفة الأصل فيه الدعاء، فإذا كانت الصلاة تقدم حتى يتفرغ للإنسان للدعاء فمن باب أولى ألا يصوم صوما نافلة. لكن قال بعضهم إذا كان اليوم شات وقصير لا يشعر الإنسان فيه بجوع ولا شدة عطش، وأنه لو صامه لا يضره ولا يؤثر هذا على دعائه، قالوا أحب إلينا أن يصوم، فيجتمع له فضل الدعاء مع الصيام، وهذا قول وجيه، وإن كنا يعني لا نفتي به لكنه قول وجيه جدا. والمقصود أن صيام يوم عرفة لغير الحجاج من السنة، صيام يوم الاثنين والخميس ترفع فيهما الأعمال، وصيام يوم الاثنين وافق يوما ولد فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، قال إنه يوم ولدت فيه وأحب أن أصومه. والأصل في ذلك أن يصوم الإنسان ما استطاع ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم من أول الشهر ومن أوسطه ومن آخره، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومن قرأ السنة كلها في باب الصيام تبين له أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد يمكن التزامه، فإنه أحيانا يصوم يسرد الصوم حتى يقول أهله إنه لن يفطر، وأحيانا يسرد الفطرة حتى يقول أهله إنه لن يصوم، ويتوخى شهرين في العام يكثر فيهما من الصيام أو أمر بالإكثار فيهما من الصيام، هما شهر الله المحرم وشهر شعبان. شهر الله المحرم وشهر شعبان يكثر فيهما صلى الله عليه وسلم من الصيام. نعم. نتساءل هنا يا شيخ، الحكمة الظاهرة من الصيام هي إضعاف الجسد، فلو عرجت بنا يا شيخ في يعني لحظات إيمانية عن الحكمة من هذا الصيام. الضعف في الجسد يظهر الضعف في الروح، والضعف في الجسد والروح يسوق إلى الانكسار، والسوق إلى الانكسار أعظم مقاصد الشرع. الله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وكلما أظهر الإنسان للعبد ضعفه كان أقرب إلى ربه. قريش تمالأت على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فقال له ربه كلا لا تطعه، لا تطع من يأمرك بالإشراك بنا، ماذا أفعل؟ قال له ربه واسجد واقترب، مع أن الله جل وعلا فوق عرشه بائن عن خلقه، والعرش فوق السماوات، هو القاهر فوق عباده، ودنوك من الأرض بجبهتك وأنفك أبعد، لكنك في هذه الحال تكون أقرب إلى الله، لأن فيها انكسار بين يدي الله، وهذا من أعظم المطالب التي تبتغى من العبد. هو هذا هو الدين، أن ينكسر القلب لله. الله قال في حق الخليل إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وهذه التي تلقاها إبراهيم وأخذها ذاق لذتها. والإنسان المنصف الشفيق الرحيم إذا ذاق لذة شيء وأعجبه أحب أن يناله من يحب، فلما عرف لذة الإيمان ولذة التوحيد وثرها في قلبه أحب أن يشركه فيها أهله وبنوه وذريته. قال الله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالعبد إذا صام ضعف بدنه وتبدأ قواه تضعف ويشعر بالوهن، فيظهر له حينها أي فقر وحاجة له عند ربه، ويظهر فقره وحاجته إلى الطعام والشراب، ويظهر فيها ضعفه وعجزه، فلولا أن الله يطعمه ويسقيه لهلك. فيزداد إن كان فقيها بمعنى الفقه الروحي إلى يزداد تضرعا وتوسلا وانكسارا بين يدي ربه. ولهذا شرع الدعاء حال الفطر، لأنها لحظة انكسار ولحظة إقبال على الله الواحد القهار.
وغاية الأمر أن يعلم أن الأنبياء ما جاءوا بشيء إلا وهو ينطوي تحت أمر عظيم واحد، تعريف العباد بربهم. فإذا عرف العباد ربهم جل ذكره تبارك اسمه ماذا يقع منهم؟ يقع منهم أن لا يشركوا به، لأنهم يعلموا أن أحدا كائنا من كان وقد عرفوا ربهم يستحق أن يشرك به مع الله تبارك وتعالى. عندما يقرؤون قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلما كان الله جل وعلا ليس كمثله شيء ما كان لنا أن نشرك معه أحدا في عبادته. ولهذا قال الصديق يوسف يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فالصيام والصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات بل ما شرع الله لنا أن نذكره فيه إنما يجعل العبد يعرف عظمة ربه، وهذا لا يتأتى إلا إذا عرف الإنسان أمرين: أولا ضعفه وعجزه، والأمر الثاني جلالة الله كمالا وجمالا، كمالا وجمالا. فبكماله يتذكر قدرته وبجماله يتذكر رحمته. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا الواحد القهار أي شيء في الدنيا له شيء يقابله. جبرائيل من يقابله؟ ضده إبليس. كل أحد له شخص يقابله، الذكر والأنثى، السماوات والأرض، الجن والإنس، كل شيء في الدنيا له شيء يقابله أو يقاربه، لكن لا أحد مثل الله البتة لا من قريب ولا من بعيد. هذا معنى الواحد. والقهار ما من أحد إلا وهو مقهور، مهما بلغ وعظم سلطانه إلا وهو مقهور من وجه. مثلا نبينا صلى الله عليه وسلم ما مكانته جلالته عظمته، لكن يجري عليه القدر يموت. بل قال يوم الحج هو واقف على الصفا: لو استدبرت من أمري ما استقبلت. هذا نوع من القهر. جبرائيل يقول عليه الصلاة والسلام كالحلس البالي، ولا يستطيع أن ينزل من السماء إلا بإذن من الله. من الذي في كل أحواله لا يقهر؟ الله سبحانه. ولهذا قال الله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الصيام وسائر العبادات تسوق المؤمن لأن يعرف شيئا من هذه المعاني العظيمة من أسماء الله الحسنى. نعم، ساقنا إلى هذا فضيلة الشيخ حديثك عن ضعف الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. بهذا أيها الكرام نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة التي أتقدم في نهايتها بجزيل الشكر والتقدير لشيخنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. شكر الله لكم شيخنا وأجزل لكم المثوبة. أنتم مشاهدين الكرام لكم منا أيضا التحية والتقدير لمتابعتكم. إلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى، لنا عبرة من أناس مضوا، فأين الذي يأخذ العبرة؟ هداة لنا وبهم نقتدي، ويونسنا ذكر ما قد جرى، فليس حديثا هنا يفترى، مواعظ أجدر من